بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نكمل الفصل الأول في إرشاد ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، وهنبدأ بمناهج الإرشاد النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة. وأول منهج هنتكلم عليه هو المنهج الوقائي. تقدم الخدمات الوقائية لجميع الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، وفي كافة مجالات الإرشاد النفسي التربوي والأسري والزواجي والمهني. عشان هو منهج وقائي فبنقدم الخدمات الوقائية لجميع الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم في مجالات ايه؟ في المجال التربوي، في المجال الأسري، الزواجي، المهني، وكل ده بهدف ايه؟ تحقيق الوقاية والمناعة النفسية من الاضطرابات والمشكلات والحد من تفاقم الاضطرابات. دايما لما نتكلم عن الوقاية نقول ان الوقاية بتوفر ثلاث اشياء، وهي ايه؟ الوقت والجهد وإيه؟ والتكلفة. لأن إحنا لما بنحاول إن نمنع المشكلة قبل حدوثها، وده يعني أساس موضوع الوقاية، فده بيقلل من كل المشكلات أو من ظهور المشكلات وهكذا. طب ما هي الخدمة الوقائية؟ هي تلك الأعمال المخططة والمنظمة. الخدمة الوقائية أعمال مخططة ومنظمة يقوم بها مين؟ المرشد النفسي أو الأخصائي النفسي الذي يعمل في مجال، هو هيعمل في مجال بقى ارشاد ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني مجال التربيه الخاصه اللي هو خاص بايه؟ بالمجال الخاص بينا وبذوي الاحتياجات الخاصه. طب ليه؟ لمنع حدوث المشكله والحد من انتشارها. هو بيعمل الاعمال المخططه والمنظمه لمنع حدوث المشكله والحد من انتشارها، وده هدف الخدمات الوقائيه، منع حدوث المشكله والحد من انتشارها. طيب رقم اثنين او ثانيا المنهج العلاجي. بالرغم من الاجراءات الوقائيه والتي تهدف الى منع الاضطرابات المرتبطه بالاعاقه والحد منها، الا انه قد تحدث تلك الاضطرابات. وهنا ياتي بقى يا جماعه دور ايه؟ دور المنهج العلاجي ودور الايجابي لذوي الاحتياجات الخاصه. اذا يكون الفرد والاسره في هذه المرحله بحاجه للمساند في الفتره دي او في المرحله دي، الفرد والاسره بحاجة للمساندة التي تخفف من شدة الاضطراب، هتخفف من شدة ايه؟ الاضطراب. وهذا يتطلب جهدا اضافيا من المرشد او الاخصائي النفسي بالتعاون مع جهات اخرى فيما يسمى بفريق التدخل المبكر، وهنعرف عنه معلومات الان. طيب المنهج العلاجي خلاص المشكلة ايه او الاعاقة وضحت. في الوقائي احنا بنحاول ان احنا نمنع حدوث الاعاقة او بنحد منها او بنقلل من المشكلات التي تظهر او من هذه. طيب هنا بقى في المنهج العلاج المشكله موجوده والاعاقه ظهرت وحدثت مشكلات، لا يجي بقى دور المنهج العلاجي في ايه؟ في ان هو بيساعد الاسره ويساعد الفرد المعاق نفسه على التخفيف ايه؟ هذه المشكلات. طيب لو اتكلمنا بقى عن فريق التدخل المبكر، فريق التدخل المبكر عندنا ثلاث نماذج لفريق التدخل المبكر، وهي فريق متعدد الأنظمة، وفيه يعمل كل متخصص في الفريق لوحده ضمن مجال عمله، كل واحد شغال ايه؟ ومفرده، حيث يقيم كل منهم الطفل ويقدم له الخدمة ثم يلتقون لاحقا ويناقشون النتائج. كل واحد داخل هذا الفريق يعمل لوحده، وبعد كده يلتقم الأعضاء مع بعضهم البعض يناقشوا ايه؟ النتائج. فريق عبر الأنظمة، وفيه يخطط الاختصاصيون ويقومون بالتقييم مع بعضهم البعض، هم يقيموا مع بعض مش لوحدهم بقى زي فريق متعدد الأنظمة، لكن يوفر كل منهم الخدمة بشكل منفرد، كل واحد هيقدم الخدمة بمفرده. فريق انتقالي، نظام انتقالي، وده تالت نوع، وفيه يكون العمل جماعي بما فيه أحيانا العلاج، لذلك يتحمل كل أعضاء الفريق المسؤولية كاملة. في الفريق النظام الانتقالي العمل جماعي جميل، حتى العلاج بيشتغلوا مع بعض في مكان واحد او بيساعدوا بعض في بعض الاحيان. يبقى احنا عندنا ثلاث نماذج لفرق التدخل المبكر: فريق متعدد الانظمة، وفريق عبر الانظمة، وفريق نظامي انتقالي. طيب المنهج النمائي، وده ثالثا، يهتم هذا المنهج بتقديم الخدمات الارشادية لذوي الاحتياجات الخاصة من اجل ايه؟ تنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز إمكاناتهم في كافة المجالات لتدعيم توافقهم النفسي والاجتماعي. في المنهج النمائي هو بيركز على المراحل النمائية، كل مرحلة من المراحل لها مهارات
خاصة وخصوصا مهارات شخصية واجتماعية، فهو بيحاول ان هو يساعد الفرد المعاق على تنمية مهاراته في هذه المراحل ومراحل النمو هذه، كل ذلك لإيه؟ لتدعيم توافقهم النفسي والاجتماعي، ان احنا نساعدهم ان يكون عندهم توافق نفسي واجتماعي.